بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة واحد من الناس. لما الإيد بتكون واحدة الروح بتكون واحدة، والتعاون بيكون رائع والعطاء بيكون أجمل. لما الإيد بتكون واحدة بتشوف التكاتف في أجمل صوره والخير في أبهى أشكاله. عشان كده جذبتني جدا مبادرة بعنوان إيد واحدة في الخير، واللي قاموا بيها مجموعة من الشباب في مركز كوم حمادة محافظة البحيرة. المبادرة هدفها تطهير البلد بالكلور وتوصيل أنابيب الأكسجين لمرضى الكورونا، وكمان صرف البروتوكول العلاجي مجانا وتوفير الوجبات الغذائية للمرضى. مبادرة جت في وقتها في ظل الحرب اللي احنا بناخدها يوميا مع الفيروس الشرس. مبادرة كان لازم نلقي عليها الضوء علشان تتكرر بعد كده في كل مكان في مصر، ونقول لأصحابها متشكرين، كتر خيركم. بمحافظة البحيرة متطوعون يتنافسون في الخير، قرروا أن يهزموا الأزمات ومدوا يد الخير لمصابي كورونا. مبادرة إيد في الخير، المتطوعون بها يعملون على دعم مرضى كورونا بإيصال أنابيب الأكسجين ومنظمات التنفس إلى أبواب منازلهم وصرف العلاج لهم بالمجان، كما يعملون على تطهير الشوارع والأماكن العامة بالقرى والنجوع للحد من انتشار المرض. المبادرة بتهدف إلى علاج كورونا. علاج كورونا، احنا دلوقتي بنوزع الأنابيب الأكسجين لكل حالات كورونا مجانا، والعلاج مجانا، والأغذية والأدوية بتوصل لحد المريض مجانا، وبنتابع معاه لحد الحالة ربنا ما بيقومها بالسلامة إن شاء الله. بنعمل التطهير في الأسبوع 3 مرات رش كامل، وإن شاء الله مش هنكل ولا نمل من عمل الخير. أنا كرئيس التمريض بلا أجر، أي حد بيعوزني بالليل في النهار في أي وقت أنا بنطلع له تركيب محلول، أي حاجة عايزها المريض أنا بنروح له لحد البيت. مشترك في مبادرة إيد واحدة كلنا في الخير. طبعا أنا متولي إن أنا أوصل الأنابيب للمرضى، فطبعا بنوفر وقت، بنعرف نوفر مثلا نفصل ما بينهم من بعض، إن في حد يبقى متواجد طول 24 ساعة.